مشاهدينا، يبدو أن الفساد في بلادنا لا يتم اكتشافه إلا بالصدفة، وبالصدفة بس. مشكلة الصدفة أنها قد تقودك إلى أسماء كبيرة، ممكن يكون قاضي، جايز يكون برلماني أو وزير، أو ولا كفاية كده أحسن. المهم عزيزي المشاهد، لو ذاكرتك حاضرة الآن ممكن تقدر تفتكر مطلع الشهر الجاري، شقة علي بابا كما أطلق عليها. تعرف على صاحب شقة الزمالك، مغارة علي بابا في الوطن، حميد أو حفيد البشوات. اكتشاف مغارة علي بابا كان محض صدفة خلال تنفيذ قرار محكمة بالحجز على نجل صاحب الشقة، نجل مالك شقة الزمالك. القصة دي بدأت بخلاف مع خالي، وصورة محمد علي هي السبب. كل ده منشور في الوطن، جريدة الوطن. وعلى أي حال قيل وقتها إن صاحب الشقة من أحفاد العيلة المالكة، وقيل إن الآثار الموجودة في الشقة تخطت المليار جنيه. لكن قبل مرور شهر يونيو نفاجأ بواقعة جديدة، المرة دي لأحد أحفاد العائلة المالكة، ولا لا هي حد من أفراد العائلة المالكة ولا حتى من جاءوا بعدهم، وإنما لبرلماني سابق ومعالج روحي. خلونا نشوف القبض على علاء حسنين الشهير بنائب الجن والعفاريت لتزعمه عصابة للتنقيب عن الأثار. اليوم السابع القبض على نائب العفاريت، وفي الخبر ألقت وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الأثار يتزعمه النائب السابق علاء حسنين الشهير بنائب الجن والعفاريت لتزعمه التشكيل العصابي للبحث والتنقيب عن الأثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق. وتمكن رجال الأمن من ضبط عدد 201 قطعة أثرية مع المتهمين والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الأثار منها. وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثال و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التي استخدمها المتهمين في التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التي تولت التحقيق. البوست ده بيشرح وجه من فساد النائب. البوست المنشور ده منقول حرفيا من البتشتوية، بيقول فيه، خلونا نشوف البوست تحديدا. سؤال بريء من البتشتوية، بيقول فيه سؤال بريء: من حوالي سنتين كده احدى قرى مركز ابو تشت وتحديدا هتيم الشمرات كانت بتعاني من اشتعال النيران بدون سبب. وسط تفسيرات واحاديث كتيرة ان السبب كان التنقيب عن الاثار، مين بقى اللي جه حل المشكلة؟ عمنا البرنس اللي في الصورة ده، النائب السابق علاء حسنين، وكان بصحبته احد ابناء ابو تشت، هو اللي جابه. الغريب بقى ان النائب علاء حسنين النهاردة تم القبض عليه وبحوزته عدد 201 قطعة اثرية، وعثروا على اماكن حفر ومخازن ابرز ما فيها 36 تمثال و52 عملة وادوات بتستخدم في التنقيب عن الاثار. والكلام ده مش كلامنا، ده كلام اليوم السابع والاهرام والاخبار والقطار والمطار وكل وسائل النقل والاعلام. السؤال بقى، هو كان جاي هتيم يلم اثار ولا يطفي النار؟ وابن ابو تشت اللي كان معاه هل كان على علم بنشاط النائب في مجال الاثار؟ مشاهدينا، نائب الجن والعفاريت ما هو الشخص عادي، هو اللي قدامنا حاليا ده كان مرشح لعضويه البرلمان الحالي، والخبر بيقول كده. بيقول ان بعد القبض على نائب الجن مصر او مصير ترشح علاء حسنين لعضويه البرلمان، الخبر في 25 يونيو 2021. اليوم السابع امبارح الخبر ده، مفاجاه، علاء حسنين المضبوط بقضيه اثار تسبب في خلو مقعد دير مواس بالبرلمان للان، وده في مصر اليوم برضه امبارح. ليس الغريب في ترشيح علاء حسنين مشاهدينا، ولا في قبول اوراق ترشحه، ولا عودة محتملة للبرلمان، الغريب هو الاتهامات والأحكام اللي بتلاحق العضو المفترض من 2018. خلونا نشوف الخبر. السجن يلاحق علاء حسنين نائب الجن والعفاريت قاد تشكيلا عصبيا للنصب والاحتيال والسرقة بالإكراه ببني سويف، الاستيلاء على أراضي المواطنين بالهرم والصف والفيوم، وبينصب على المواطنين بالمنيا لجمع التبرعات.
خبر يوم الاثنين 25 يونيو 2018 في اليوم السابع. مش بس كده، ده صدر حكم تجاه علاء حسنين بالمؤبد برضو. خلونا نشوف الخبر. في مايو 2018 السجن المشدد 15 عاما غيابيا لعلاء حسنين نائب الجن والعفاريت السبت 26 مايو سنة 2018 وفي اليوم السابع. الجدير بالاهتمام بقى هو ان علاء حسنين اللي قبض عليه اليوم للتجارة في الأثار كان أحد المقربين للسفير الإماراتي. بوستات سابقة علاء حسنين عن لقائه بسفير الإمارات حمد الشمسي. خلونا نشوف الأمير، هو علاء حسنين كاتب الأمير حمد سعيد الشمسي في ضيافة المعالج الروحاني الشيخ علاء حسنين. شرفني اليوم أخي وصديقي الأمير حمد سعيد الشمسي سفير دولة الإمارات الشقيقة. بوست كمان، سفير دولة الإمارات العربية الشقيقة حمد الشمسي في ضيافة الشيخ علاء حسنين. خلونا نشوف فيديو أيضا بيوثق العلاقة بين سفير الإمارات والمعالج الشيخ علاء حسنين. الشمسي على زيارته لمعبد دندرة لجولاته اللي يعني شعارها الأساسي مصر بلد الأمن والأمان. يا شيخ علاء افتح الطريق. الإمارات وتاجر أثار ومرشح للبرلمان، مين ممكن يفك اللغز أو يجمع صورة البازل ده؟ هل يمكن أن يكون نائب الأثار هو من سهل تهريب الأثار للإمارات؟ الإمارات وجهة تهريب الأثار المصرية قبيل انتقالها لإيطاليا، شؤون إماراتية والخبر موجود. في النهاية مشاهدينا يحق أن نسأل من المسؤول عن صعود ذلك النائب من جديد رغم الاتهامات التي كانت تطارده منذ 2018، وكيف لنائب شعب أن يتحول لي سارق، وبأي عين يستطيع أن يسأل الحكومة إذا أخطأت؟ أما السؤال الأهم، فمتى ستأتي الصدفة القادمة لنكتشف حرامي جديد؟